من هذا النوع. هو عبارة عن مجموعة من القوانين set of rules لازم أنت تتقيد فيها. إذا بدك تستعمل هذه الرولز، إذا بدك تستعمل هذا البروتوكول لازم تتقيد فيها. أجزة؟ نعم. أنت قصدك اللي بيستلموها هان. نتذكر إنه هذا عبارة عن بروتوكول، مجموعة من الرولز، وراح تشوفوا إنه البراكتس عليه. يعني لو مثلاً لو طلب من واحد منكم يشرح أو يعطي محاضرة أو سيشن عن التي سي بي مثلاً، شو بفكر؟ بفكر أول إشي بعملية الرولز. ما هي شو بنتج عنها إذا بطبقها؟ construction لمسج. الرولز مجموعة الرولز إذا بطبقها بنتج عنها مسج. construction لمسج يعني ما في عندي مسج فورمات، مزبوط؟ وفي عندي في هذا المسج فيلدز، وبصير أعدد كل فيلد شو وظيفته شيك. وبعطي أمثلة. لو أنا طلبت مثلا على سبيل المثال، لو طلبت الاتصال عن طريق اي بي اي معين، بعمل برنامج بسيط مثلا وبرسل ريكوست لتي سي بي انتيتي مثلا مقابله، وبشوف المسج هاي اللي طلعها. طبعا في باكيت تريسرز سيميليترز للنتورك لتدريس التي سي بي اي بي، اكيد يعني مرت عليكم او سمعتوا فيها. فبروح بفتح هاي المسج وبشوف شو القيم اللي بحطها على اساس اتخيل افهم كيف هذا التي سي بي بيشتغل وكيف بيعمل كونستراكشنز لهي المسجز. فهذه العمليه بدنا نعملها اليوم مع السوب. السوب عباره عن ست اوف رولز، بدنا نشرح هاي القواعد، نبين كيف المسج فورمات بيطلع، كل فيلد شو يعني في المسج، كيف بنعمل كونستراكشن للمسج، ونشوف اكزامبل عليها. بدنا نعمل اتصال. طبعا في عندنا تول في الفيجوال ستوديو بتبني انت سيرفيس بسيطة مثلا وبتعمل انفوكيشن إلها، وبطلع لك بقول لك هاي المسج، هاي السوب مسج اللي راحت وهي السوب مسج اللي رجعت بالريسبونس، الفورمات تاعها بتشوف كيف عمل لها كونستراكشن، شو البارامترز والفاليوز اللي ضافها في داخل هاي المسج. فإذا راح نشوف الكونستراكشن اوف سوب مسجز فور ويب سيرفيسز كوميونيكيشن وكيفية استخدام السوب مسجز فور ويب سيرفيس كوميونيكيشن. هذا هو هدفنا. فأول شيء خلينا نحكي عن الـ definition والكاركترستيكس. طبعاً أول قبل السوب كان اعتماد أو التفكير في مايكروسوفت إنه تعمل XML based distributed computing من تقريباً عام 97 عن طريق الـ RPC. عشان هيك فيما بعد لما طلع السوب كستاندرد صار في عندي مودز للكوميونيكيشن باستخدام السوب. ممكن انت تعمل سوب ار بي سي بايندينج، سوب ار بي سي بايندينج. ليش؟ لانه كثير من الانظمه الران تايم اللي بيستقبل او اللي بيحافظ على البروسيسز الشغاله عشان تستقبل ريكويستس هو الار بي سي، ريموت بروسيجر كول، وهذا عباره عن ران تايم موجود اوريدي يعني في الانظمه. فكان استخدامه يعني نوع من التسهيل وتقليل الكوست، وتقريبا يعني استمر لفترة حتى بعد ظهور السوق. في عام 2000 the XML protocol working group at W3C was formed to design the XML protocol core of XML based distributed computing. في 2003 طلع فيرجن جديدة، طبعا هذا اطلق عليه الاول في 2000 SOAP 1.1. في 2003 فيرجن اخرى سوب 1.2، والفرق طبعا بسيط جدا في دعم الداتا تايبس وانكودينج ستايلز جديده بس، يعني حتى يوسع مفهوم الانتروبيرابيليتي، بس هو في النهايه نفس البروتوكول ونفس القواعد. لاحظوا لو جينا نرتبهم يعني كيف انا بدي استعمل السوب كأندرلينج بروتوكول يعمل كوميونيكيشن بين تو ويب سيرفيسز. عندي ببني انا الويب سيرفيس ابلكيشن كود، بكون أندرلينج
تكنولوجي له اللي هو السوب على اكس ام ال سكيماز. كل هذا الستاك اللي شايفينه غالبا بكون فوق ايش تحتيها، انا شو بكون مباشره لو جيت بدي اضيفه للشبكه اتش تي تي بي، هان تحتيه بكون اتش تي تي بي. اذا انا بعمل بايندينج عن طريق التي سي بي بكون تحتيه تي سي بي اي بي وينزل. بس على الاغلب البايندينجز الديفولت بايندينجز اتش تي تي بي، بكون تحتيه اتش تي تي بي بعدين تي سي بي بعدين اي بي وكمل للفيزيكال. فاذا عندي سوب اي بي اي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس زي يعني لايبرري مجموعه من السكيماز وكذا، بعدين السوب رولز. وليش هنا اكس ام ال نيم سبيس اند اكس ام ال سكيما؟ لانه في النهايه السوب امبلمنتد، هاي القواعد امبلمنتد عن طريق اكس ام ال سكيما. بما انه هو رولز معناته كيف بدي احكم انه المسج تكون كونستركتد صح، والمسج الفورمات تاعها اكس ام ال، اذا شو اللي بحكم لي اكس ام ال سكيما حتى يحكي لي انه بدي احط جرامر مش هيك، حتى يحكي لي انه هاي المسج صح او خطا، حتى يعمل كونستراكشن لمسج صحيحه. كل الرولز هاي امبلمنتد عن طريق اكس ام ال سكيما، طبعا امبلمنتد وجاهزه، مش مطلوب منك انت انك تبني هاي الرولز، بس مطلوب منك انك تشوف. وفي الديفلوبمنت انفايرمنتس هاي اللي بنستعملها اليوم هو اوتوماتيكلي بيضيف الادرسز اللي بتجيب هاي السكيماز من مكانها حتى يعمل فاليديشن للمسجز، ولا حتى بتتدخل فيها، بس تقدر تشوفها، تقدر تستعرضها وتشوفها. اذا زي ما حكيت السوب اختصار لسيمبل اوبجكت اكسس بروتوكول، اكس ام ال بيست بروتوكول سبيسيفيكيشن فور اكسشينجينج ستراكشر انفورميشن ان ذا امبلمنتيشن اوف ويب سيرفر، صارت واضحه. SOAP relies on other application layer protocols, most notably RPC and HTTP for message negotiation and transmission. إذن هو بيعتمد على الـ application protocols اللي already موجودات في الانترنت. SOAP can form the foundation layer of the web service protocol stack اللي بدنا نبني عليه الـ application. يعني it provides a basic messaging framework upon which services can be built. شو دور السوب في عملية بناء الويب سيرفيس؟ A web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction. طبعاً هذا الحكي حكينا إنه ليش أنا السيرفيس اورينتد اركتكتشر، ليش بدي احول كل الابلكيشن لسيرفيسز اجزئها؟ لان بدي انتروبيرابيلتي. ويب سيرفيس هذا انترفيس ديسكرايب ان ماشين بروسيسبل فورمات اللي هو الوزدل، راح نحكيه في النكست سيشن اللي هو ويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج، ايضا اكس ام ال بيست، يعني هو عباره برضه عن اكس ام ال فايل. Other systems interact with the web service in a manner prescribed by its description. The interaction بصير عن طريق SOAP messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other web-related standards. اللي موجود اللي بروتوكول ستاك اللي بنعرفه. طبعاً كلمة serialization راح تمر يعني ممكن يعني في الـ development في البروغرامينج تشوفوا سيرياليزيشن هي مرادفة لإيش اسمه مارشالينج. سيرياليزيشن اللي هي المارشالينج للبارامترز اللي بدها تروح وتيجي بين السيرفيس ريكوستر والسيرفيس بروفايدر، بدها تتحول تنحط هاي الفاليوز في اكس ام ال فورمات، هذه هي اسمها المارشالينج والان مارشالينج للبارامترز في السندر سيب. في عندنا مجموعه من الكاركترستكس للسوب، وراح تلاحظوا انه كل الكاركترستكس هي اورينتد لدعم الانتروبيرابيلتي. Provides a mechanism for defining the unit of communication using identifiable SOAP message. يعني لازم يكون ديروا بالكم كلمة identifiable معنى هذا الكلام انه نفس السيرفيس ممكن يجيها مجموعة من السوب مسجز. فكيف السيرفيس ده تعرف انهي هاي المسج ومن وين جاية وانهي هاي المسج ومن وين جاية، حتى ممكن تستقبل مالتيبل مسجز من نفس ايش؟ الريكوستر، من نفس اللي
يعني ممكن جهة تطلب سيرفيس أكثر من مرة أكثر من مسج، افرض أنه صار تايم أوت للمسج تعيد إرسالها كمان مرة. فكيف البروفايدر بده يميز أنه أني هاي المسج حتى يرد عليها بالذات، وعشان يعرف أني المسج اللي رد عليها وأني المسج اللي ما ردش عليها لازم يكون ايدنتيفيكيشن لكل مسج، يونيك ايدنتيفاير لكل مسج. ايضا provides a processing model، يعني لازم يكون في طريقه لتطبيق هاي الرولز اللي حكينا عنها، انها السوب في لها رولز في الكونستراكشن مسج، a set of rules for dealing with soap messages in software which is the key to use the protocol successfully، عشان اعرف ان المسج صحيحه ولا فيها خطا. ايضا provides an extensibility model، يعني ممكن انت المسج ممكن تضيف فيها شغلات optionally حسب حاجتك، بتكبر المسج وبتكبر الهيدر وبتصغره حسب الحاجه. Using any number of soap headers to implement arbitrary extensions on top of soap، يعني انت ممكن تضيف شغلات خاصه فيك للفولت للاوثنتيكيشن للسكيورتي للي بدك اياه في الهيدر، ممكن هذا اوبشنز، يعني ممكن تضيفها ممكن ما تضيفهاش في السوب مسج. ايضا provides a mechanism for error handling، يعني لمعرفه في حال وجود خطا شو تطلع لليوزر، شو المسج اللي تعطيها لليوزر. ايضا provides a flexible mechanism for data representation، لانه الداتا تايبس وتعريفاتها في الديفرنت لانجويجز مختلفه. طبعا في عندنا كومون داتا تايبس زي الانتجرز والسترينجز، بس في عندي كومبلكس او كومباوند داتا تايبس، يعني لما تعرف اريز او ستراكتس تختلف من لغه برمجه للغه برمجه. ايضا الشكل الرئيسي للداتا اللي بيختلف لما تكون يوزر ديفايند داتا تايبس، كل يوزر بيعرف الاستراكت والاري اللي بده اياها والاليمنتس اللي فيها زي ما بده، وبالتالي لازم تدعم الفلكسبل ميكانيزم حتى تعرف بيانات اليوزر بالطريقه المريحه له. ايضا provides a convention for representing remote procedure call اللي هو الار بي سي اند ريسبونسز as soap messages، يعني الار بي سي ريكوست وار بي سي ريسبونس تروح وتيجي في soap message، وكانه يعني بيعمل انكابسوليشن للار بي سي ريكويستس اند ريسبونسز. ايضا provides a protocol binding framework، لازم يسمح لك بانك تعمل binding مع السيرفيس باكثر من على اكثر من بورت، زي ما حكيت الديفولت مثلا اتش تي تي بي، بس ممكن تربط عن طريق التي سي بي مباشره او عن طريق اليو دي بي. خلينا ننتقل للمسج فورمات. المسج فورمات زي اي بروتوكول في مجموعه من الفيلدز، يعني لو جيت للمسج للسوب مسج تحللها شو العناصر اللي تتكون منها تلاقي مجموعه من الفيلدز. اهم فيلد في المسج والمينيمم، يعني عشان احكي هاي سوب مسج مينيمم لازم يكون فيها انفلوب، الها انفلوب اللي هو الغلاف الرئيسي للسوب مسج. الانفلوب اللي هو مانديتوري، طبعا فيها راح نشوف في فيلدز اجباري لازم تكون، وفي فيلدز انت بتقدر اوبشنالي بتقدر تضيفها وبتقدر ما تضيفهاش، تذكرها او ما تذكرهاش. الانفلوب مانديتوري، توب اليمنت ريبريزنتس ذا سوب مسج اند بروفايد ا كونتينر فور هيدر اند بادي، يعني بيحتوي بقيه الاجزاء الانفلوب. الهيدر اوبشنال، وممكن انت تضيف الهيدر انترز في داخله، ممكن تضيف العدد اللي بدك اياه، يعني ممكن يكون في هيدر وممكن ما يكونش في داخل الانفلوب، وممكن يكون العدد الهيدرز اللي بدك اياه اذا ضفت هيدر. ان اوبشنال اليمنت اوفرز ا واي تو باس اديشنال بروسيسنج اور كنترول انفورميشن، طبعا شو يعني كود كونفي اوثنتيكيشن، لاحظ الاوبشنز ممكن تحط اوثنتيكيشن quality of service and service billing data and extra header entries، يعني اذا بدك انت خلينا نحكي شغلات خاصه في الابلكيشن، يعني شغلات محدده في الابلكيشن بدك تحسب التايم وبدك تحسب مثلا عشان مثلا billing information بدك تحط priority على سبيل المثال اذا كانت
كواليتي اوف سيرفيس على سبيل المثال. اذا كان مثلا السيرفيس عباره عن ريال تايم ابلكيشن معناته بدها بريوريتي عاليه حتى ما يصيرش في الريال تايم ابلكيشنز المسجز لازم تكون ايش اولى من غيرها في المرور عبر الشبكه. فبتقدر انت تضيف هذا الاوبشن فبدعم الكواليتي او سيرفيس. اف بريزنت اذا كان موجود هذا الانترست it must be the first immediate child يعني مباشرة لازم يكون وراء الانفلوب أول child للانفلوب إذا كان موجود لازم يكون هذا مش موجود خلاص تبدأ في البادي. البادي mandatory إجباري mandatory element carries all mandatory information اللي هن البادي interest for the final recipient. طبعا راح نشوف التفاصيل كمان شوية. زي ما تشايفين عندنا الانفلوب one body only يكون في المسج وكل body في n أو one to n entry body entries والهيدر optional ممكن يكون zero أو one وإذا كان موجود ممكن يكون في أيضا n entries. هذا example بتذكروا السيرفيس اللي عملناها get my age and days سيرفيس بسيطة جدا عملناها طبعا هذا عبارة عن HTTP request for get my age and day service وراح اوريكم في طبعا في اخر شو اسمه راح اوريك كيف من كيف بنطلع على هاي المسجز يعني كيف انا بدي اعمل سيرفيس واعمل تيست. طبعا بتوفر لنا الفيجوال ستوديو توفر لنا تيست كلاينت ومع اديتور بحيث انه تعمل انفوك للسيرفيس وتروح تشوف الاكس ام ال فورمات تبع المسج اللي راحت واجت حتى تشوف هذا النوع من المسجز. فلاحظوا انه هاي المسج على اللوكال هوست يعني انا جايبها من اللوكال هوست عامل تيست لل get my agent days و زي ما انتم شايفين اول element طبعا هذيك المقدمه للفورمات ولل addresses وكذا بتبلش من هاي XML version كذا encoding اللي هو الانكودينج ستايل تاع المسج بعدين ببلش صوب انفلوب هذا اول اليمنت في المسج. طلعوا كيف اول شيء شو الرولز اللي بقيس عليها انه هاي صوب مسج صحيحه او خاطئه بروح وين على w3.org هاي بيحكي ال XML namespace XML NS XSI الانستانس على XML schema instance وال XML XSD اللي سكيما ديفينيشن موجود على XML سكيما والنيم سبيس تاع السوب موجود على xmlsoap.org/soap-envelope حتى يورجينا هذا كل سكيماز المطلوبه عشان يتحقق ايش من المسج انها معموله على رولز صحيحه. لما اشتغل على لوكال هوست على الويب سيرفس لازم يكون في انترنت على لوكال هوست؟ لا مش شرط. لا لا على اللوكال هوست مش شرط. يعني تشيك بدي اعمل هو اساسا احنا ما هو هذا لحظه هاي كثير من الفايلز هاي كونتيند في الانفايرمنت نفسه. هاي بوست مسج مش وزن الفايل. هاي ريكوست. لا 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 مش وزن مش وزن لا هاي سوب مسج. طبعا لاحظوا في البادي في البادي شو حاط get my agent days xml namespace طبعا معطيها هو تم uri.org لانه هاي لما تكون انت مش عامل publishing للسيرفيس temporary بحط هذا المايكروسوفت حتى هذا ديفولت temporary uri البارامترز اللي بتوديها انتجر 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 شو هن day month year. لاحظوا الاسماء هنا ما فيش عندي شيء اسمه سيرياليزيشن اللي حكيت عنه قبل شوي ما في عندي شيء اسمه سيرياليزيشن. ليش؟ لانه الكلاينت والسيرفيس بيستخدم نفس المسميات يعني انا مستخدم دي الكلاينت ببعث دي قيمه الدي انتجر
اسم المتغير دي وعند السيرفيس اسم المتغير دي. بس لنفرض انه الكلاينت وانا ببرمج سميته مثلا بيرث ديت سلاش دي على فرض، وعند السيرفيس اسمه بس دي، في الحاله هي شو بلزمني؟ بلزمني اسمه سيريالايزيشن مارشالينج وان مارشالينج للداتا، لانه هذه الفاليو عند السيرفيس بتروح لمتغير ثاني من نفس النوع طبعا اسمه دي، عندي عند الكلاينت اسمه بيرث دي سلاش دي او دي. وبالتالي هان ما بحتاجش لفش إشي اسمه سيريالايزيشن عندي ولا مذكور، لانه نفس المسميات للداتا ونفس الانواع، نفس المسميات نفس فيش ترانسليشن. وبنهي العمليه والسوب بادي والانفلوب. سوب مسج بسيطه جدا. ليش بسيطه؟ لانه زي ما حكيت اول إشي الكلاينت والسيرفر او السيرفيس بيستخدم نفس التايبس ونفس المسميات وموجودات على نفس الانفايرمنت، يعني كل إشي مثالي خلينا نحكي. فطلعت very simple السوب مسج. الريسبونس على هذا الريكوست، طبعا هذا الريكوست بشكل عام بروح دي ومانث وير. الريسبونس زي ما انتم شايفين في عندي ال get my age in days response، طلعوا هان شو مسميها؟ get my age in days. هذا شو هو؟ هذا اسم المسج. get my age in days اسم المسج. هان طبعا اسم المسج اللي بتروح من عند الريكوستر، الريكوست اللي عند الكلاينت. اسم المسج من عند السيرفر اسمها get my age in days response، مسج اخرى. فاذا يعني اذا انت خليني احكي هذا يعني very advanced، اذا انت بدك تبني على سبيل المثال بروسيس، عندك multiple services وجيت تبني بروسيس، بتصير تعرف انت ككلاينت، انت يعني في الابلكيشن تاعك بتصير تعرف انه هاي السيرفيس بدي اعمل لها مسج تبعث لها ريكوست، وبدي احضر فورمات للمسج، سكيما للمسج يستقبل الريسبونس. فبدك هنا تطلق انت المسميات. طبعا هذول اوتوماتيك، get my age and days response هذا اوتوماتيك التسمية، لانه اسم المسج كذا فضاف لها مقطع ريسبونس، ضاف لها مقطع ريسبونس. نعم. شو اسم المتغير؟ get my age and days result integer. طبعا هذا الريزلت وين معرفه؟ في السيرفيس. هذا متغير معرف في السيرفيس، والكلاينت استخدم نفس التسمية، نفس الشيء. ايش عندي؟ سيريالايزيشن. ايش عندي؟ مارشالينج للبارامترز، وانتهت. very simple message. هذا مثال بسيط على السيرفيس اللي شفناها، وطبعا راح اوريكم كيف بنطلع هاي السوب مسج وكيف بنراقبها. واذا بدك تعقد الامور وتغير في السيرفيس، جرب اللي بدك اياه، غير التسميات، غير التايبس، غير وشوف شو بصير في السوب مسج. طبعا لو جينا يعني لمسج اعقد شويه، هاي من موجوده في كتاب على ريكوست لادرس، يعني في عندي اتش تي بي كومباني اكس ابلكيشن لايش اسمه امبلويز سيرفيس. شو وظيفتها؟ بس تتعامل مع الادرس، يعني بتطلب ادرس لموظف، تعطيه اي دي بيجيب لك الادرس تاعه، زي يعني دفتر عناوين، ادرس بوك. ماشي. فالريكوست مسج، الريكوست مسج العمليه طلع شو اسمها؟ جيت فون نمبر. جيت فون نمبر من ادرس بوك. بتلاحظوا انه حاط مثلا في الهيدر نفس الشيء، حاط السكيماز وين لازم نروح، حاط في الهيدر بريوريتي زي ما انتم شايفين، يعني حاط لها انه اولويه، هاي تدعم كواليتي اوف سيرفيس. حاط في الهيدر شيء اسمه ماست اندرستاند، ديروا بالكم ماست اندرستاند، وحط الاكس ام ال نيم سبيس كومباني اكس ان اس بريوريتي.
طلعوا في المربع قاعد هيدر must be processed حاط must understand بتساوي واحد. هذا عبارة عن attribute، عبارة عن attribute لهذا الإليمنت بيجبر السوب بروسيسر اللي بيعمل بروسيسنج على السوب مسج انه لازم يفهم معنى priority في هذا الهيدر. must understand لازم يفهم معنى priority. الان في ديفولت، افرض انه صار خطا، يعني افرض انه انا عندي هذا الاتريبيوت غير مفهوم عند ال غير مفهوم عند الطرف اللي هو البروفايدر، بطلع لي فولت، طلع لي فولت. في الحاله هاي انا بقدر ادعم الفولتس، طبعا مش مذكوره هنا الفولتس، مزبوط، راح نشوفها لقدام شوي. بقدر ادعم الفولتس، بحكي له انه في حاله الفولت، راح اشوف كيف بنحطها بطريقه معينه، انه في حاله الفولت رجع لي في المسج must understand error، انه ما فهمش الطرف الاخر هاي هذا الاتريبيوت، قيمه هذا الاتريبيوت. نفس الشيء في عندي بسكر الهيدر، طبعا في عندي بادي السيرفيس اسمها جيت فون نمبر، وبعطيه البيز ادرس، هذا اسمه البيز ادرس للاوبريشن، هذا اسمه البيز ادرس. طبعا شفنا احنا هناك اللي هو اللوكال هوست على ما اعتقد، هيو لا تمب يو ار اي، طبعا تمب يو ار اي بيرجعوا لمين؟ لللوكال هوست، بيرجعوا لللوكال هوست اللي هي مش مذكور هان، لا هان هيو الهوست لوكال هوست. فالتمب يو ار اي هنا تحت اللي هي جيت ماي ايجنت ديز، البيس البيس ادرس لها تمب يو ار اي دوت اورج، برجعوا لللوكال هوست. هان طبعا انترنت ادرس، يعني هاي بتكون سيرفيس بابليش، راح نشوف كيف بنستخدم بابليش سيرفيس على الانترنت، شوف السوب مسجز معها ان شاء الله. الداتا طلع التسميات فيرست نيم ولاست نيم، XSD string type، الاتريبيوت زي ما انتم شايفين الاتريبيوت هذا type اللي هو بشير للسيمبل تايبس اللي بتدعمها ال XML، لان ال string والانتجر والامور هاي. وبسكر الاوبريشن get phone number وانتهى البادي والانفلوب. لاحظوا هاي شو حاط عليها، هاي حاط عليها method invocation، ليش؟ لانه هاي اسم الميثود، يعني اسم الاوبريشن، وهذا البيز ادرس تاعها. هناك حط يوز سوب انكودنج، لاحظ هان انكودنج ستايل سوب انكودنج، ليش؟ لانه يعني السوب انكودنج بدعمكم ايش اسمه كومباوند داتا تايبس، لقدام راح نشوفها. طبعا هذا اوبشن زياده هان، ميثود بارامترز، كلمه اللي هي القيمه احمد مثلا، بارامتر نوعه بارامتر تايب سترينج. هاي هي اجزاء المسج. نعم، سوب انف، بدعم ال هاي تسميه، هاي تسميه الـ يعني مسموح فيها اليوزر يحطها الاسم، بس اسم نوعها شيء هي انفلوب، شايفها؟ طلعها يعني هاي سوب سوب انف، سوب انف انفلوب، سوب انف بادي، هاي يعني بريفكس للاليمنت، بريفكس لاسم الاليمنت، اسم الاليمنت انفلوب. طبعا هاي لازم تكون مدعومه من شو اسمه السكيما، لو ما حطيتهاش بقبلها كانفلوب، لانه معروفش يعني انفلوب، معروفش يعني بادي في السكيما. عشان هيك احنا مرات بتشوفه مرات بتشوفهاش، مرات بتشوف شيء اسمه انكودنج مرات بتشوفوش، لانه في عندنا تو سوب فيرجنز، في سوب 1.1 وفي سوب 1.2. طبعا وراح نشوف في الاكزامبلز، بتصور الاكزامبل المحاضره الماضيه لو رجعنا له بيكون حاط لنا في الفورمات هان كان عارف حط الاوتبوت انا ولا لا. هان لو نزلت مش طلع لنا هذا الاوتبوت سيرفيس،
لو نزلت هنا تحت بعطيك الفورمات لل شو اسمه لل للسوب مسج في ال في التو فيرجنز سوب 1.1 وسوب 1.2 بعطيك تحت هنا بعطيك الامبلمنتيشن بالسي شارب وبعطيك كمان ال الفورمات في السوب 1.1 والسوب 1.2 كيف طبعا تختلف شوي هاي عن هاي فمرات بتشوف هاي الشغلات مرات بتشوفها اي حدا بيستخدم السيرفس طبعا كيف اه ريسبونس نحكي في السوب ريسبونس بسجل اليو ار ال تبع التارجت يعني هو مثلا أنا انت لا اللي بده المستخدم بعنيوش المستخدم بعنيه يصل للوزد الفايل انا بحكي السيرفر لما يعمل ريسبونس اه لهي الريكوست مظبوط اه الكلاينت هو الريكوست صح نعم السيرفر بده يعمل ريسبونس الريسبونس بيكون مكتوب شكل عندك يو ار ال وتم يو ار اي لا هاي تيمب يو ار اي زي ما حكيت لك هاي تيمبوراري للتست على اللوكال هوست بس اذا كانت ببلش اذا كانت ببلش بحط اليو ار اي الحقيقي اليو ار اي الحقيقي البيز ادرس هذا ادرس بيصل بيصل عن طريقه هذا ادرس هذا بايندينج يعني بكون في عندي مثلا بورت تايب اتش تي تي بي على سبيل المثال اتش تي تي بي لازم تعطيني الاتش تي تي بي ادرس او البيز ادرس ماشي مثلا www.beerzeb.edu/myservice كذا هذا انترنت ادرس لازم يكون واضح محطوط في لازم يكون محطوط وباخذه من وين عن طريق الوزد الفايل فكره تعطيني لما نعمل ريسبونس هل هو بيكون عارف الادرس على الكلاينت ولا بسجلوش عنده الادرس اه انت قصدك على مين بده يرد اه طبعا طبعا على الادرس تبع الكلاينت اللي انت طلبت منه هو بيبعث عنوانه بس دير بالك في السوب مش مطلوب منه يحط ادرس في الريسبونس مش مطلوب منه يحط ادرس لل فل ادرس للكلاينت لانه عن طريق انت الاتش تي تي بي اذا تو اتش تي تي بي انتيتيز اذا ارتبطن مع بعض شو معناه بايندينج بتربط تو اتش تي تي بي انتيتيز مزبوط انت فقط بتعطي الاوردر في السوب انه لما يحكي انه بدي اربط مع الاتش تي تي بي بدي يعطي الاتش تي تي بي على الطرف الاخر بده يربط معها ماشي هسه لما يرتبطن الثنتين مع بعض بصير الاتصال فعليا بين اتش تي تي بي انتيتي واتش تي تي بي انتيتي اخرى لما تصل للكلاينت هي سوب مسج حتى لو ما يعني لو ما حملتش الادرس ما فيش فيها ادرس للكلاينت لانها وصلت الاتش تي تي بي اللي ارسل الاتش تي تي بي اللي ارسل اي اتش تي تي بي مسج او اي تي سي بي مسج مش فيها سند ادرس ريسيف ادرس نفس المسج مزبوط ولا لا اذا خلص وما دام انت عملت بايندينج في اتجاهين اللينك في اتجاهين معناته في عندي في من السندر للريسيفر في عندي من وين جاي لوين رايحه ومن الريسيفر باك برضو من وين جاي لوين رايحه واضح بس عشان اعمل كونكشن شو بلزمني احدد البيز ادرس مع مين بدي اعمل كونكشن بس انا كيوزر او كابلكيشن بروجرامر فهمت علي لانه هذه العمليه كيف بده يرجع لي اوتوماتيك يعني هو لما يعمل بايندينج بين تو اتش تي تي بي انتيتيز خلص هو بيعرف الادرس من وين انت طلبت هو بيعرف زي عمليا زي اتصال التلفون زي اتصال التلفون نعم لحظه شوي انت لما تتصل تلفون شو بتطلب شو مطلوب منك مطلوب منك الرقم اللي بدك تربط معه مزبوط هاي حطيت الرقم بدك تطلب معه الشبكه لما بدها تعمل اتصال بينك وبين الطرف الاخر هي عارفه انه اللي طلب انت كابلكيشن بروجرامر خلينا نحكي افرض انك بدك تعمل ابلكيشن على الهاتف مطلوب منك تعرف كيف الشبكه تعمل هذا الاتصال لا هذا سيرفيس في لو ليفل بتقوم فيها الشبكه نفس الشيء هذا حتى ولو نفس الفكره دير بالك هو لما يرد قبل ما يرد هو بده يكون الكونكشن موجود المسج
كان يستخدم ماشي في الـ HTTPS request نفسه هو اللي بيعرف وين بده يرجع، زي مثلا بتكبس على اي صفحه في الانترنت وبيعرف كيف بده يرجع لك. هذا بصير بين ال HTTP entities، يعني انت هان كسوب، انت كسوب application يعني لما استخدم programming interface تاع السوب مالكش علاقة، ما إلك علاقة كيف ال two HTTP entities ربطن مع بعض، لأنك انت استخدمت السيرفس وخلص، يعني انت استخدمت underlying protocol كيف يربط وكيف يوصل، ما إلكش علاقة. بس حكيت له انه اعمل لي ربط مع هذا الادرس، بس هذا المطلوب منه. هو كيف يربط باك مع الـ ريكوستر ما لكش علاقه. هاي سيرفيس الـ HTTP بتزوده. يعني حتى لو كان الـ يعني في مثال التلفون، حتى لو كان سيركت سويتشنج بيفتح سيركت آلية بين الطرفين ما له علاقة، المهم في بايندينج، صح ولا لا؟ شو يعني في بايندينج؟ يعني في باث الطرف الأول بيقدر يرسل ريكوست ويستقبل ريسبونس، في باث بينهم، في جهة ضامنة إنه توصل من الطرف الأول للطرف الثاني وترجع من الطرف الثاني للطرف الأول. سيركت سويتشنج أو باكيت سويتشنج ما لهاش دور هنا، ما إلها دور. نيجي الآن لعملية اللي هي المسج ديليفري. ممكن ما يكونش الـ two sub entities، ممكن ما يكونوش يعني دايركتلي ما فيش بينهم وسيط، يعني ممكن يكون بين الريكوستر والبروفايدر في انترميدياريز يستلموا هاي المسج ومطلوب منهم يفهموها، يعني يعملوا عملية مثلا translation أو serialization أو شيء من هذا النوع. في الحالة هاي هذا الوسيط اللي في النص اللي بيطلع على السوب مسج اسمه intermediary. كيف يعني كإكزامبل، كيف في الانترنت الاي بي باكيتس، كل راوتر بتمر عليه الاي بي باكيت بتطلع عليها حتى يعرف، لأنه مطلوب منه يقوم في function. وهنا الانترميدياريز ممكن يكون مطلوب منه فانكشن راوتينج، يعرف وين هاي السيرفيس موجوده، او يكون مطلوب منه شيء ثاني له علاقه بالكواليتي اوف سيرفيس او له علاقه في الاوثنتيكيشن او اللي هو. وبالتالي ممكن يكون في عندنا انترميدياريز بين الويب سيرفيس ريكوستر والويب سيرفيس بروفايدر. سيميلر تو سيرفيس بروفايدرز، انترميدياريز ار ايدنتيفايد اولسو فيا يو ار اي. بدك تحدد وين الانترميدياريز اللي بده يمر عليها. For example, when embedding SOAP into HTTP, the URI maps to the HTTP request URL. SOAP intermediaries are included along the SOAP message path using the SOAP header. The attributes of the SOAP header entry actor and must understand determined who should process the header and whether the processing should be mandatory or not. يعني ممكن يكون هنا عندي، إذا كان عندي intermediary بشير لعنوانه عن طريق attribute اسمه actor في الفورمات. لما يكون عندي actor وراء base address معناته هذا intermediary. إذا كان في تابع لهذا الادرس must understand attribute equals one معناته هذا intermediary بيعمل processing ولازم يفهم الهيدر اللي موجود في المسج. واضح must understand processing should أنا whether the processing should be mandatory or not، يعني تكون إجبارية إنه يفهم اللي موجود في الهيدر أو لا. طبعاً هاي السوب مسج باث بين client وprovider، service client service provider، ممكن تمر في أكثر من سوب intermediary. طبعاً زي ما حكيت السوب intermediary يطلق عليه actor وبكون له base address. The SOAP actor attribute plays the key role in identifying which part of the SOAP header entry is intended for the receiver. The receiver should be an intermediary. يعني أنت ممكن في الهيدر
تحط اوردرز في الهيدر، تحط بعض الانترز اللي مطلوب من انترميديارز يعملوا لها بروسيسنج، ويكون في عندي انترز اخرى تكون مطلوبه من السيرفيس بروفايدر اللي هو النهائي اللي يعمل لها بروسيسنج. يعني هنا انت ممكن تجزء وبتحط الادرس البيز ادرس لكل اكتور او فاينل بروفايدر، انه هذا الهيدر للاكتور اي، هذا الهيدر للاكتور بي، وهكذا انه يعمل له بروسيسنج. هنا بصير تحط له ماست اندرستاند في هاي الحاله بعد البيز ادرس، ماست اندرستاند بتساوي واحد، فبصير مطلوب من هذا الانترميديري هو يعمل بروسيسنج لهذا الجزء، الثاني يعمل بروسيسنج لهذا الجزء، الفاينل ريسيفر يعمل بروسيسنج لهذا الجزء. ذا ريسيفر كود بي ان انترميديري اور ذا التيميت destination of the sub message. Both the intermediaries and the ultimate destination are defined by URI. كل واحد يكون محدد شو البيز ادرس اللي هو uniform resource او universal resource identifier. When the actor attribute is not present, اذا ما فيش عندي actor attribute نهائيا معناته then the SOAP processor for the header entry is the ultimate destination. يعني إذا ما فيش عندي intermediaries مذكورة في الهيدرز، لو مرت على intermediaries بكونش مطلوب منها إنها تعمل processing للهيدر. إذا بدي الintermediary يعمل processing للهيدر لازم أحدد هذا في الهيدر عن طريق attributes اسمه actor، وأحط لها base address وأحط لها قيمة للmust understand or not. إذا لا، إذا بس الفاينل أو الultimate request provider هو اللي بدي يعمل بروسينج للهيدر، ما بذكرش ولا اكتر في الهيدر، وبترك كل بروسينج لمين؟ للالتيميت ديستنيشن. في عندنا ايضا من المسج اتريبيوت زي ما شفنا الاكتر عشان الانترميديارز، من المسج اتريبيوت اللي هو شيء اسمه انكودنج ستايل، هذا بيساعدنا في الداتا فورمات ترانسفورميشن. indicates the serialization rules used in the message. طبعا serialization is converting from an application specific data representation to the wire format, while deserialization هي العكس، وهي العمليه اللي حكيت تطلق عليها marshalling و unmarshalling للparameters، يعني اللي هي تحويل الفورمات من الكلاينت فورمات مثلا للنتورك وبالعكس. يعني اقل تحويل شو هو؟ مين بذكر لي يعني شيء ديفولت اقل تحويل في بعض السيستمز السيرفرز على الانترنت بتعمل ترتيب للكاركترز، بتخزنها في الذاكره تاعتها على نظام إشي اسمه Big Endian. سامعين فيه Big Endian. المايكروسوفت سيستمز بتخزن في الذاكرة تاعتها على نظام إشي اسمه Little Endian. السيرفرز تاعت الانترنت Big Endian. Big Endian تبدأ من الهاي أدرس لللو أدرس، من الهاي أدرس القيمة الأعلى وزن في الهاي أدرس، في بتبدأ من القيمة اللي إلها أعلى وزن في اللو أدرس Big Endian. وبالعكس في الليتل انديان. المايكروسوفت ليتل انديان والانترنت سيرفرز والماك كمبيوترز مثلا بيج انديان، بمعنى انه البارامتر لما يكون طويل حجمه في الذاكره بتخزن بترتيب بيختلف من جهاز لجهاز، فلما بدي اطلعه على الشبكه بدي اطلعه بالترتيب اللي الشبكه بتتعامل معه اللي هو بيج انديان، ولما يصل للجهاز بدي اعطيه للجهاز بالترتيب اللي هو بفهمه. اذا كان مايكروسوفت بدي احوله لليتل انديان، واذا كان مثلا باور بي سي او ماك بدي احوله او بدي اخليه بيج انديان. هاي اقل عمليه ممكن تعملها اللي هي المارشالينج والانمارشالينج او السيرياليزيشن، هاي المينيمم. وبالتالي كلمه انكودنج ستايل اتريبيوت موصوفه في سكيما خاصه على schemas.xmlsoap.org soap encoding. واضح؟ يعني برضو مش مطلوب منك انت، هاي موجودة في الستاندرد كيف يعمل marshalling وان marshalling للبارامترز، موجودة في الستاندرد ومدعومة باي schemas، بس ما عليك الا تشير
إلها بكلمة encoding style. الأكتور برضو موصوفة على xmlsoap.org soap actor next، وما عليك أنت إلا أنك تجبر هذول الأكتورز إنهم يفهموا الهيدر أو ما لهمش علاقة، تخلي للألتيميت ريسيفر. طبعا بالنسبة للبادي، البادي انترز ريسيبيانت ماست اندرستاند اند بروسيس اول بادي انترز، لانه مش اوبشنال، هذا مانديتوري، مانديتوري اليمنت البادي. كل الانترز اللي في البادي، طبعا البادي شو بيحتوي؟ بيحتوي اسم الاوبريشن، يعني اتليست بيحتوي اسم الاوبريشن والبارامترز الخاصه بهي الاوبريشن، وبالتالي الريسيبيانت الريسيفر النهائي لازم يفهم، لانه عن طريقها بده يستدعي اوبريشن، بده يستدعي فانكشن، بده يعمل انفوكيشن لميثود، وبده يكون القيم اللي بتحملها في البادي هي البارامترز تاعت هاي الميثود. اذا بادي انترز ار سبيسيفيك تو ذا ابلكيشن اكسشينجينج سوب مسجز بكول ذا فون نمبر ريكويست ان ذا اكزامبل اللي حكيناه قبل شوي. Once soap defined body entry exists is the fault element. ممكن نضيف لها fault element في حالة الفولت، طبعا بكون optional child default في داخل، إذا ضفته لازم ينعمل له processing، بس إذا ما ضفتهش مش mandatory. Optional child that must not appear more than once within the body element comprises error and status information. يعني ممكن نضيف انت في حاله الهيدر، عفوا في حاله الفولت، شو يرجع لليوزر؟ ممكن ترجع له تكست مسج، شيء اسمه قيمه في شيء اسمه فولت سترينج، قيمه في شيء اسمه فولت سترينج. شو الفولتس اللي ممكن تصير؟ مثلا فيرجن مس ماتش، فيرجن مس ماتش ممكن انت تحدد مثلا مسج بسوب 12 لواحد 2 وتحط بعض الاشياء، او العكس سوب 11 واحد 1 وتحط بعض الاشياء اللي موصوف في السوب 12، هذا بتسوي فيرجن مس ماتش. يعني انت بتحكي عن فيرجن وبتحط في بعض القيم اللي موصوفه فقط او الخاصه فقط بسوب 12 اللي هي فيرجن الاحدث، ففي الحاله هي بصير سوب مس ماتش. او ممكن يصير خلل في بسبب الماست اندرستاند، تحط تكون انت حاط ماست اندرستاند وانترميديت او فاينل ريسيبيانت ما يفهمش الهيدر انتري اللي انت حاطه، وبالتالي ما يقدرش يعمل بروسيسنج لهذا الهيدر انتري، وبالتالي ينتج عن ذلك ايرور. او ممكن يصير كلاينت فولت او سيرفر فولت. شو كلاينت فولت؟ ا سوب مسج از نوت appropriately formatted، يعني ما انسجمتش بأحد الفيلدز أو بأحد الإليمنتس مثلا في البادي بالسكيما الخاص فيها، أو عند السيرفر ما انسجمتش، could not be processed at server. في الحالات هذولا تقدر أنت ترجع لليوزر fault string، أنت تعرفه fault string، أنت تعرفه human readable fault explanation. ايضا ممكن تحط fault actor، ممكن تحط fault actor اذا كان في عندك يعني سيرفيس خاصه بمعالجه السوب مسجز بدك تستدعيها ك كانترميديري، تحط اليو ار اي تاعها وتعمل بروسيسنج وتشوف انه اذا في اي اخطاء ترد عليك اوتوماتيكالي كاريز يو ار اي فاليو ذات ايدنتيفايز ذا فولت اوريجينير originator and detail application specific error information related to the body element. طبعا هاي تركيبة الفولت. لاحظوا مثلا هنا حاط، لو ضفناها يعني للمسج soap envelope fault، الفولت هذا اسم element موصوف في الفولت كود مثلا must understand. اذا صار الخطأ بسبب must understand يعني الفولت string، رجع لليوزر so must understand error او اي مسج بدك اياها. الفولت اكتور هي الادرس تاعه، البيز ادرس تاعه،
عند السيرفر مثلا هذا ممكن يصير وسكر فولت بادي انفلوب. هاي هذا اكزامبل على يعني معالجة خطأ بسيط بسبب الماست اندرستاند. طبعا زي ما حكيت هذا عبارة عن بروتوكول كبير يعني طبعا هو بسيط سهل ممكن فهم المسج ساعته التعامل معها حل مشاكلها بس يعني اكيد مش كل شيء على الاطلاق ممكن يعني نتعلمه في ساعة او في ساعتين. فالهدف انا انه نتعلم الرولز الفورمات العام كيف بناء المسج وكيف شكلها بيطلع يعني نجرب في سيرفيس كيف بيطلع شكلها. اذا بدكم تشوفوا السكيما ادخلوا عندكم انترنت يعني ممكن انا ادعس انا بجيب لنا في عندي انترنت واصل بجيب لنا السكيما هذا هي موجود هذا اللي بنشير له حتى يعمل بروسينج للانفلوب إليمنت. ننزل تحت هي طبعا هذه كلها نوت هي السكيما وعبارة عن مجموعة من الرولز شايفين. طبعا كل اسماء الاليمنت والقيم اللي انتم شايفينها وكذا هاي محطوطه من الستاندرد جروب يعني لازم يعني الستاندرد جروب حددت انه لازم تكون هاي الاسماء هيك بالضبط عشان يطلع شكل السكيما لانه هي شو بتحط الستاندرد بتحط مجموعه من الرولز مجموعه من القيود انك كيف بدك تعمل كيف بيطلع شكل المسج وبالتالي هذا السكيما اللي بحكم شكل المسج الصحيحة من الخاطئ. طيب في عندنا شيء اسمه سكشن 5 انكودينج سو سكشن 5 انكودينج قوي كويس. السكشن 5 انكودينج باختصار فكرته انه بسمح لليوزر انه يضيف يخلي السوب مسجز تحمل داتا تايبس يوزر ديفايند داتا تايبس يعني انا ممكن اعرف تايبس في سكيما خاص فيه. شفنا كيف في المثال السابق مثلا عملنا كومبلكس تايب للنيم للادرس بس ديروا بالكم هنا بيختلف شوية عن الـ XML complex type. طبعاً في عنا simple types راح نشوف هنا وفي عنا إشي اسمه compound type. compound type اللي هو مركب إما array وإما struct. فأنت عرف الـ struct بالطريقة اللي بدك إياها في السكيما وبصير المسج السوب مسج تحمله معها. يعني هذا بسمح لك إيش إنك تعرف compound types خاصة فيك وأنت تسميها. كومباوند تايب للادرس مثلا للنيم على سبيل المثال كومباوند تايب مثلا للستودنت كومباوند تايب للامبلوي كومباوند تايب للي بدك اياه تعرف حسب الابلكيشن انت بتعرفها في سكيما. ما هو انت كبروجرامر بتبني السكيما اللي بده يعمل كونستراكشن للمسج. طبعا هذا الحكي مش راح نقدر نشوفه اليوم بس لما نحكي عن ال آخر إشي عن الانتجريشن وعن الإس بي راح نشوف كيف نبني سكيمز لإنبوت وأوتبوت مسجز للسيرفيسز لأن هاي شغلة بتعتمد على أمور أخرى راح نشوفها في لقدام في السيشنز القادمة. يعني نقدرش كل إشي يعني نبينه مرة واحدة. إذن الهدف من السكشن 5 انكودينج انك تفتح المجال لليوزر ديفايند داتا تايبس زي الاريز والستراكتس لانه في النهايه احنا بنربط بين هيتروجينيوس ابلكيشنز وبدنا نعمل انتروبيرابيلتي بين ديفرنت ماشينز ديفرنت ابلكيشنز ديفرنت داتا فورماتس الى اخره. اذا السوليوشن از اوفن بيزد اون ا كومن انترميديت ترانسفير داتا فورمات for exchanging information between applications.
SOAP Section 5 encoding rules provide a built-in mechanism to do that with appropriate programming languages mappings. Using SOAP Section 5 encoding is optional and other encodings may be used as well. يعني ممكن أن تستخدم ممكن لا ال Section 5 encoding. Data types, SOAP values and data types. SOAP encoding data model consists of simple types and compound types. زي ما حكينا ال compound types are based on a simple types or other compound types. يعني ممكن ال compound type يحكي يحمل multiple simple types أو simple types مع other compound types أنتوا كنتوا معرفها في ال في السكيمة تاعها. Any application specific data is represented in terms of directed graph. يعني أنت تعال عرف أي داتا تطلع related in some way. زي ما شفنا مثلا الادرس والفون نمبر والنيم تطلع related in some way. Simple values examples عليها مثلا strings integer boolean is represented as node without outgoing edges. يعني هذه leaves إذا بدنا نعرف الداتا types نحطها في trees تطلع هاي إيش leaves لأن string شو بدك تفرع منها string compound values اللي هي عبارة عن structures أو arrays is represented with outgoing edges. يعني لما نيجي نرسمها في إلها فروع طبعا فروعها إما بتكون compound other compound types وإما بتكون simple types يعني متوقف عند في النهاية كلها عند simple types. Simple or compound values may be single reference has only one incoming edge or multi reference has multiple incoming edges. يعني مثلا ال compound type واحد ممكن أنا يكون هو فرع ل multiple compound types. هو عبارة عن يعني عنصر معرف ممكن أعرف مثلا النيم مثلا النيم استخدمه في الادرس واستخدمه في مثلا الامبلوي ريجستري واستخدمه في اكثر من محل. هذا المقصود يعني بعرف انا كومباوند تايب مره واحده وبستخدمه لاكثر من كومباوند تايب مالتي عشان هيك اسمه مالتي ريفرنس سماه. سو داتا موديل از شون ان ذا نيكست. شوفوا كيف هذا مثال على الادرس. طبعا لاحظوا انه النيم مثلا كومباوند تايب مستخدم من الادرس ماشي ريفرنس من الادرس. لو كان عندي اذر تايب في نيم النيم جزء منه لو كان عندي اذر تايب افرض انه مثلا سميت ايش اسمه تايب سميته مثلا فاميلي او امبلوي النيم اكيد راح يكون جزء منه فبكون مالتي ريفرنس زي ما تشايفين. اخر شيء النيف شو هي postal code مثلا integer city string street string last name string first name string. يعني اخر شيء simple types هي نهايه compound type. الencodings هاي حتى يفهمها بتشير لها في schemas xmlsoap.org soap encodings او encoding. يعني هاي موجوده implement مثلا زي ما شايفين الستريت كإليمنت كداتا إليمنت هو عبارة عن XSI type XSD string. لاحظوا أشار لمين البريفكس تاعها شو هو XSD XML schema definition. وين بكون البيز أدرس تاعه في ال في ال في البداية بكون هان في هذا اللينك encoding. كلمة type هاي كلمة type برضو بتكون مذكورة في السكيما هي defined less soap defined less soap messages. فأنت بتقدر تستخدم كلمة type حتى تشير لداتا type معرف في السكيما فبعديها بتقدر أنت تحكي street string some string اسم شارع وتسكر
او مثلا في حاله النيم نفس الشيء. لاحظوا هنا التايبس الكومباوند هناك السمبل، انا اشرت لكلمه تايب، هنا الكومباوند تايب انت بتعطيها اسم، الكومباوند تايب انت بتعطيها اسم، بس هذه برضه لازم تعمل ريفرنس على ايش معرف، يعني على ايش بتقبله السوب، سوب سكيماز سوب رولز تقبله لشيء مثلا الاري اللي هي اري تايب. اري تايب برضه هاي ايش؟ هاي عباره عن اسم، اسم في التايبس معرفه في السكيماز تاعت السوب اري تايب. طبعا نيم اري هذا اسم انت اطلقته، انت اطلقته واشرت له في نوع هاي التايب اري ها، وسميته اري تايب عشان بدك تعاود تستخدمه